مساء الخير يا دكتورة، ازيك يا دكتورة نهى؟ عاملة ايه؟ مساء النور يا فادي، وأنا كويسة وسعيدة جدا جدا باللقاء ده. وبجد يعني أنت شخصية جميلة ومميزة، صديق مميز جدا على الفيسبوك، وأنا سعيدة باللقاء ده، ومن زمان كان نفسي في اللقاء ده. أشكرك جدا وميرسي لوقتك. وإحنا النهاردة عايزين نكمل سلسلة كده أنا ابتديتها مع كذا صديق، يعني كلهم مهتمين بموضوع الأديان وانتقاد أمور دينية مختلفة، سواء بقى أوضاع دينية أو أفكار دينية. فأنا كتبت بوست طلبت من أي حد مهتم بالموضوع ده إن هو يبعت لي علشان نعمل فيديوهات مع بعض، وانتي بعتيلي، وده الفيديو اللي احنا بنعمله علشان نكمل السلسلة بتاعت انتقاد الأديان. ونبتدي بالسؤال اللي انا سألته لكل الناس قبل كده، وهو ايه الدافع اللي بيخليكي تنتقدي للأمور الدينية او تنتقدي حاجات مش عاجباكي في الأديان؟ اتفضلي. أنا بشكرك يا فادي، طبعا أنت خلتني جزء من العصف العقلي اللي بيحصل دلوقتي في مصر وخارج مصر. وأنت طبعا سألت سؤال مهم جدا، موضوع ليه بننتقد الأديان، وأنا يشرفني ويسعدني أن أنا أكون جزء من سلسلة التسجيلات اللي هي بتناقش الفكرة المهمة دي. الرد طبعا على سؤالك المهم هو إن الأديان بتتدخل في جميع تفاصيل حياتنا، بالذات في مصر. يعني أنت مثلا، أنت ممكن تكون أنت في كندا، الدين مش بيشكل التدخل ده، أو الدين يمكن يكون مهمش شوية في كندا، وأعتقد إن كندا دولة علمانية ومش بتدخل الدين في الحياة اليومية. بس للأسف مصر المشهد مختلف تماما، وأنا عايشة في مصر، فطبعا أكيد الإنسان مهموم بالمشاكل اليومية بتاعت الوطن، لأن احنا موجودين في المكان. يعني احتمال، يعني أنا بشكرك طبعا إن أنت رغم إنك أنت سبت مصر ما زلت مهموم وما زلت بتناقش الأوضاع في مصر. فبس احنا بقى انا كمواطنة مصرية عايشة داخل مصر، فأكيد طبعا الموضوع ده هيكون يعني مهم بالنسبة لي جدا. تمام. طبعا انا متفق معاك ان كندا عاملة فصل تام ما بين الدين والحياة العامة، ودي في رأيي حاجة مفيدة، لان هو كده كده ما كانش ينفع في كندا يبقى فيه تدخل للدين، لان كندا فيها كولتشرز كتيرة وجنسيات كتيرة وكل واحد جاي بأفكاره الدينية المختلفة. فلو كان الدين ليه مكان كانت هتبقى حاجة بشعة، لأن في جنسيات من كل حتة في العالم وكل واحد عنده المعتقد الديني بتاعه، ولو خلينا في دين مفضل عن دين آخر كانت هتبقى كارثة، يعني مش هتبقى دولة فيها عدل ومساواة وإن الكل متساويين. فالدولة العلمانية هي الدولة اللي بتقف على مسافة واحدة من كل الأديان، وما فيش دين بيبقى أهم من دين، وكل واحد دينه لنفسه يمارسه بالطريقة اللي هو يحبها، طالما مش بيضر غيره، أو طالما مش بي يعني طالما ممارسته دي ما فيهاش أي ضرر على أي حد. في مصر طبعا زي ما انتي قلتي كده الدين موجود بقوة في كل حاجة تقريبا، قوانين فيها رجوع للشريعة او رجوع للتعاليم الدين، الأزهر والكنيسة ليهم دور في أمور كتيرة من الحياة. بس هو في ناس بتقول ان الدين كويس، بس الناس يمكن تكون بتطبقه غلط او يكون في بعض الناس مش فاهمه صح. ولو احنا فهمنا الدين صح الدنيا هتظبط وكله يبقى كويس ومفيش مشاكل. ايه رأيك انت بقى في الكلام ده؟ والله يا فادي، أنا رأيي طبعا
الكلام ده مش مظبوط. الكلام ان الدين حلو بس احنا مش عارفين نطبقه، دي نكتة ما بعدها نكتة بجد. يعني ما فيش اكتر من كده، يعني حاجة غلط غلط خالص الناس اللي بتقول كده. بص يا فادي، انا بالمناسبة بقى انا عايزة اقول برضو بمناسبة الكلام يعني والسؤال، يعني انا هقول حاجة لها علاقة وثيقة بالسؤال بتاعك. دلوقتي احنا اتفقنا ان الاديان عموما، يعني اكتر اتنين اديان في مصر طبعا ظاهرين هما الاسلام والمسيحية، بيتدخلوا في جميع تفاصيل حياة المواطن بطريقة سلبية جدا جدا. وما تقوليش طبعا فاهمين الدين غلط، لا ده فاهمين الدين صح. ويعني النصوص الغير مقدسة بتتدخل بشكل سافر وبشكل غير إنساني وبشكل مأساوي في تفاصيل الحياة اليومية على المستوى، يعني الدين طبعا بالنسبة لي أنا كنهى بيتدخل بطريقتين. طريقة يعني في الوطن اللي أنا عايشة فيه وأنا طبعا جزء من الوطن، وطريقة تانية شخصية على المستوى الأسري. يعني أنا مأساتي الحقيقة مزدوجة، مأساة وطنية ومأساة أسرية. فبالنسبة بقى للمأساة الوطنية، أنا بطلب منك ومن كل الطيور المهاجرة المصرية، ناس كتير جدا طبعا جميلة زيك كده وناس وصلت لنجاحات كبيرة، هل تقدروا تساعدوا المصريين اللي جوه الوطن ان احنا نغير الوضع المأساوي ده؟ يعني الدستور مثلا، هل نقدر نلجأ لمنظمات عالمية سواء الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، حقوق الطفل، حقوق المرأة، أي حقوق عندكم؟ الحقيقة إحنا محتاجين كل المنظمات دي، لأن بجد إحنا دلوقتي إحنا في مصيدة، إحنا في مصيدة، we are trapped داخل الدستور المصري. يعني أولاً هو الحقيقة المادة التانية من الدستور دي مصيبة، وكانت من أيام ثورة يناير، وكانت طبعاً مشكلة، وكانت من أهم مبادئ الثورة نلغي المادة التانية من الدستور، المادة السابعة، واخد بالك؟ يعني والحكم العسكري. يعني أنا مش عايزة طبعاً أتشعب، بس خلينا دلوقتي في موضوع الأديان. بس على فكرة الحكم العسكري له علاقة وثيقة بالدين. يعني الجيش بعد ما الثورة قامت، ثورة يناير، وانتخبنا رئيس مدني للأسف، يعني طبعا كان انتخاب سيء، الجيش رجع تاني علشان الفزاعة بتاعت الإخوان. يعني إذا الحكم العسكري له علاقة وثيقة بالدين اللي هو الموضوع بتاعنا اللي احنا بنتكلم بيه النهارده. فيعني مش عارفة إزاي نقدر نخرج من هذا المأزق ده. بالنسبة للوطن عايزين نلغي المادة التانية والمادة السابعة اللي مخلية الأزهر طبعا بيتدخل في جميع شؤون الحياة، وشيخ الأزهر غير قابل للعزل، واخد بالك؟ وبالنسبة طبعا على المستوى الأسري، أنا الدين عامل لي مشكلة جامدة جدا جدا، لأن كل أسرتي متطرفين في الدين، وفي جرح كبير قوي وشرخ نفسي كبير فاصل بيني وبين اقرب الناس ليا، اولادي وامي وابويا واخواتي. فبجد يعني انت بتسالني ليه بننتقد الدين، لان الدين مسبب ماساه انسانيه وماساه وطنيه. هو انا متفق معاكي طبعا ان اي حد بي 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 بيختلف في الافكار الدينيه السائده في اي مجتمع بيتم مضايقته واضطهاده واذيته في بعض الاحيان، احيان كثيره يعني تكون الاذيه بتبقى ممكن تبقى جسديه ومعنويه
وكل انواع المضايقات طبعا، زي ان الناس تبطل تكلم شخص معين او تبعد عنه او حتى تهاجمه، لان هو بيقول افكار مختلفه عن الافكار السائده في المجتمع، ودي حاجه مش جديده على المجتمعات الدينيه من زمان. اي حد يطلع بفكره جديده دينيه بيتم اتهامه بالهرطقة أو بالزندقة أو يعني اتهامات كتيرة. وكان زمان يعني ما أسهل إن احنا نقتل أي حد مش عجم يعني بيقول أفكار دينية جديدة مختلفة عن المجتمع أو عن الموجود في المجتمع. فإحنا ما اختلفناش، ويمكن اللي اختلف هو حدة الخلاف. زمان كان الخلاف معناه قتل على طول، دلوقتي يمكن الخلاف بيبقى أقل حدة في الأماكن الأكثر تحضرا، ولسه طبعا في أماكن بيبقى فيها القتل مثلا بيبقى وسيلة من وسائل يعني التعامل مع أي شخص مختلف في الأفكار الدينية، ودي طبعا مشكلة كبيرة، لأن يعني الاختلاف في أي حاجة في الحياة شيء طبيعي ومنطقي، ولولا الاختلاف ما كانتش الحياة اتقدمت. يعني لو كل الناس متفقة في فكرة واحدة ما كانتش الحياة اتغيرت من زمن لزمن. يعني أيوة. أنا يمكن رأيي إن المشكلة مش في الدستور بدرجة أساسية، والدستور طبعا محتاج إن هو يتغير، وأنا شخصيا كل الاستفتاءات اللي حصلت على الدستور انا رحت صوتت بلأ، ولكن انا مقتنع ان المشكلة اصلا في دماغ البشر قبل ما يبقى المشكلة في الدستور. يعني علشان الدستور ده يبقى ليه معنى ومطبق ومفعل، لازم الناس اللي هي بتنفذ القانون وهي اللي بتطبق القانون والشعب نفسه يبقى مقتنع بالكلام اللي موجود في الدستور. ما احنا عندنا في الدستور المصري دلوقتي في باب كامل اسمه الحريات والحقوق والحريات، وده فيه كلام كتير كويس الحقيقة، يعني let's be honest، يعني هو فيه كلام كويس مكتوب ولكن غير مفعل. ليه غير مفعل؟ لأن الناس اللي بتطبق قانون زي مثلا اجهزه الشرطه، الناس اللي هي القضاه، ما اعرفش يعني الناس اللي هي المفروض مسؤوله عن تنفيذ وتطبيق القانون، واغلب عموم الشعب لسه متاثر بالثقافه القديمه اللي هي مش ثقافه حديثه بتحترم وتعظم من قيمه الحريه الفرديه وحق الإنسان في التعبير، ويعني كل الحاجات دي مكتوبة ولكن غير مفعلة لسبب أو لآخر. بس أهم سبب هو إن الناس نفسهم اللي موجودين في المكان ده اللي هو مصر أغلبهم أفكارهم قديمة، أفكارهم رجعية، أفكارهم زي ما أنت قلتي كده الدين مسيطر عليها عن طريق بقى الإعلام والتعليم. يعني في حاجات كتيرة قوي هي اللي شكلت الوعي الجمعي في مصر. فالوعي الجمعي حتى لو احنا جبنا أحسن دستور في العالم والدماغ لسه عايشة بعقلية قديمة، مش هنتقدم لقدام. يعني أنا اتهيألي هي المشكلة الأكبر، هو إن الناس أفكارها مش متوافقة مع الأفكار الحديثة اللي إحنا نفسنا نشوفها. يعني هنا مثلا لما بيعملوا قانون جديد بيبقوا عارفين إن في مش شرط كل الناس تلتزم بالقانون ده، فبيحصل حملات توعية وإعلانات ويتكلموا في المواضيع دي كتير علشان يغيروا الفكر بتاع الناس. يعني أنا هتكلم على حاجة أنا شفتها مثلا بنفسي، عملوا مثلا قانون جديد يتيح بيع الماريجوانا اللي هو حاجة الحشيش. يعني طبعا كان في خوف وقلق إن يحصل نوع من أنواع الأبيوز للمادة دي، فمشاكل. فهو قبل ما ينفذوا القانون
قعدوا مثلا سنة بحالها بيمهدوا للناس ان هم يفهموهم ازاي الناس تتعامل مع الموضوع ده، وازاي ان ما يحصلش مشكلة من الموضوع ده، ان هو اللي عايز يشرب الحاجة دي ما يسوقش مثلا، ما ينفعش تسوق وانت بتشرب، حطوا القانون. بس اه قبل ما القانون يبقى مفعل وقبل ما الحاجة دي تبقى موجودة، كان الشعب تم توعيته بشكل كبير. اه وده بقى بيحصل بقى في كل حاجة في الحياة، أي حاجة جديدة، لأن القوانين عمرها ما هنقدر نحط قانون يمشي يعني يستمر مدى الحياة، لأن ظروف الحياة بتتغير، وطبيعي إن طالما مع ظروف الحياة بتتغير إن القوانين والمواد اللي بتحكم المجتمع تتغير على حسب التغيرات اللي بتحصل في المجتمع. مظبوط. فالطبيعي ان يكون الوعي الجمعي بتاع الناس متوافق مع القوانين الجديدة. في ايوه مصر احنا ممكن نحط قانون بس الناس مش مقتنعة بيه، فمهما عملناه هنلاقي ان فيه مشكلة. فانا شخصيا شايف ان المشكلة الاكبر مش في الكلام النص اللي مكتوب في الدستور، لأن في حاجات كويسة، يعني في حقوق إن الإنسان حق ليه حق إن هو يعمل كذا وكذا وكذا وكذا، كل ده موجود، ولكن على أرض الواقع الكلام ده مش متنفذ من السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو من عامة الشعب. يعني الناس مفروض، يعني في مشكلة مثلا بنت لبست فستان، عملنا عليها مشكلة وطلعنا يعني مع إن ده حق طبيعي لأي حد إن هو يلبس اللي يحبه طالما لبس طبيعي، يعني ما حتى لو مش طبيعي، يعني المفروض برضو إن هي الناس تحترم اختيارات بعض، يعني طالما ما حدش بيأذي حد. إنما للأسف عامة الشعب مش موافقة على ده ضمنيا، فالقوانين اللي هي موجودة اللي هي المفروض بتحمي حرية الإنسان في مصر وهي موجودة مش مفعلة، لأن ضابط الشرطة مش مقتنع بيها والقاضي مش مقتنع بيها وعامة الشعب أو يعني نسبة من عامة الشعب مش مقتنعين بيها. فهي دي المشكلة الحقيقية، وعشان كده الواحد بيحاول يتكلم، لأن إحنا شفنا تأثير الحرية دي على المجتمعات، وشفنا قد إيه الحرية دي مهمة جدا في تقدم أي مجتمع، وبنحاول نتكلم بنحاول نوعي، ولكن إحنا زي يعني مهما وصلنا لعدد متابعين مش هيبقى زي واحد إعلامي بيطلع في التلفزيون أو المناهج التعليمية اللي بيعلموها في المدارس. فهو حقيقي. المفروض الدولة، ده دور الدولة، وأنا بحمل الدولة المسؤولية في الارتقاء بمستوى الناس. الحقيقة يعني هي أي مجتمع بيتطور بسبب الأفكار اللي بيؤمن بها المجتمع. انا ده ايوه سوري ان انا انت بتكلم ايوه بس يعني ايوه اتفضل. ايوه هو يا فادي انت قلت كلمة مهمة جدا. انا النهاردة الصبح انا كنت بفكر في نفس الفكرة دي، بقول ما حدش يلوم الشعب المصري، ما حدش يشتم الشعب المصري. لو الشعب المصري واقع ضحية الأكاذيب الدينية، فالدولة يعني المسؤولين في الدولة، أنا معرفش مين بالظبط، هل هو رئيس الدولة ولا هل هو الحكومة ولا هل هو مجلس الشعب، معرفش، مش قادرة أحدد مين المجرم الحقيقي في هذا المشهد اللا إنساني المأساوي. يعني دلوقتي المسؤول هو اللي بيشكل الوعي بتاع الشعب، زي ما انت قلت نقطتين مهمين جدا جدا، واحنا يعني الحقيقة لساننا جف وقلبنا اتقطع من التكرار. التعليم والإعلام يعني ما فيش غير هما دول الاتنين اللي بيشكلوا وعي الشعب. الدولة المسؤولين في الدولة، يبقى احنا كده ممكن نقول وزير التعليم وزير الإعلام هما المجرمين الأساسيين في هذا المشهد.
يعني لو هو المواطن المصري واقع ضحية الأكاذيب الدينية، فالتعليم والإعلام بيكرسوا هذه الأفكار. يعني أنت مثلا حد مريض عندك وأنت قاعد تديه المرض أكتر، يعني مش بتعالج، أنت مش بتع... أنت في إيدك تعالج هذا المريض اللي واقع صريع الأكذوبة الدينية. يعني أنا شايفة مثلا الأذان اللي 5 مرات بيتذاع في التلفزيون و5 مرات بيتذاع في الميكروفون بتاع آلاف وملايين المساجد، الكتاتيب اللي في القرى، التعليم الأزهري والمدارس الأزهرية، يعني بجد يعني مشهد مأساوي. والدولة المصرية بتغذي المريض، يعني بتغذي المريض مش بتعالجه. فبجد والله يعني هو انا بس عايز اوضح ان انا شخصيا شايف ان الاعلام، ان الدوله المفروض تسمح لكل الاراء انها تتكلم. ما ينفعش تبقى الدوله متحيزه لراي ضد راي. يعني هم للاسف في الاعلام المصري هم عندهم شويه ناس بيجيبوهم، واي حد تاني مش على مزاجهم ما بيطلعوهوش. فهي يعني الاعلام على الاقل يبقى حر، يبقى فيه حرية اعلام، ان الناس بص يا فادي، انا دلوقتي بتفرج على التلفزيون، ساعة الاذان اقلب القناة الاقي اذان، اقلب القناة الاقي اذان، اقلب القناة الاقي اذان، يعني 20 30 قناة بتذيع الاذان في نفس اللحظة، ده غير الاذان اللي في الميكروفون. طيب الاذان ده بالنسبة لي ايه؟ اكاذيب اكاذيب. لما تقول اشهد ان محمدا رسول الله انت كده بتكذب، فازاي انت تذيع اكاذيب متكررة على الشعب يوميا؟ ازاي يعني؟ يعني هو فبجد يعني الموضوع ده لازم الاذان يتمنع. زمان اي من 10 20 سنه ما كانش الاذان بيتذاع بالطريقه دي، اصل هي بالطريقه الدولة طبعا المتكرره بتحتاج دي. انت ماسك قاعد تدي انجكشن للمواطن اكاذيب 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 كل يوم اكاذيب، وفي الاخر تقول المصريين بيكذبوا. طب ما كان انت اللي بتديهم الاكاذيب، بقى الكذب بقى اسلوب حياة في المجتمع نتيجة الاكاذيب المتكررة 5 مرات في اليوم في التلفزيون وفي الشارع. هو انا شخصيا شايف ان كل واحد حر في معتقده، وكل واحد يعتقد اللي عايز يعتقد، ايوه بس مش في الميكروفون. بس هو ايوه الدولة تعتقد في نفسك، المفروض انت تعتقد في سرك مش في الميكروفون. بالظبط، هو اللي انا عايز اقوله ان الدولة المفروض ما لهاش دعوة. الدولة لا تؤمن بشيء، بس هو للأسف في مصر الدستور بيقول ان الدولة الدين الرسمي بتاعها هو الإسلام، ودي حاجة انا شخصيا شايف انها ما لهاش معنى. الدولة المفروض ما لهاش دين، الدولة المفروض ما يعني ما لا تتحيز لدين ضد آخر أو دينين. يعني مثلا ما يقول لك إيه، ما إحنا عملنا لكم المادة الثالثة، ما هو دي حاجة مش كويسة برضو. أنا مش عايز دي، أنا عايز إن كل الناس تتعامل معاملة بمعيار واحد ملوش هي علاقة بال المادة الثالثة يا فادي بتقول ايه؟ اللي هو غير المسلمين يلجؤون لشرائعهم. يعني هو اصلا هي دي المسيحيه المادة الثالثة؟ هي دي الماده الثالثه. لا بصراحة المادة الثانية والثالثة والسابعة. وبعدين انت بتقول في مواد حريات، يبقى كده الدستور بتاعنا متناقض متناقض. لما انت تقول حريات وترجع تقول الإسلام هو اللي هو ما تم يعني بتاع القوانين، بيمتد بتستمد منه القوانين، مصدر التشريع. المصدر التشريع، المصدر الرئيسي للتشريع. طيب ما أنت كده بتتناقض، لأن الإسلام ضد الحريات. طبعا الإسلام بيقول إن الشرع هو والشرع بيقيد الحريات بطريقة، يعني الشرع ضد الحرية. الدين لا يعطي للإنسان أي حرية لأنه بيرجعه للنصوص المقدسة، يبقى أنا كده خلاص ما عنديش أي حرية. الدين يلغي حرية الاختيار. ايوه، بس هو يعني اي حد هيدافع عن الموضوع ده هيقول لك ما زي القانون، القانون بيقول لك ما تعمليش كذا ما تعمليش كذا ما تعمليش كذا، ما القوانين برضو بتقول ما تسرقش مثلا، القوانين بتقول ما ت...
ما تاخدش حاجة مش بتاعتك، ما تعملش ضغط. القوانين الوضعية طبعا لازم تكون علمية، ولازم يكون اللي حاططها متخصص واخد أعلى الدرجات العلمية في القانون، وبعدين غير انه بيستند الى ادله علميه هو متغير. يعني احنا لو حطينا قانون وضعي ولقينا ان ظروف الحياه اتغيرت هنحط قانون تاني، بس النصوص المقدسه اللي بقالها 1400 سنه او 2000 2021 سنه، يعني دي ما فيهاش تغيير، مش بتتغير. يعني بص يا فادي، المصيبة الأساسية والمين ديزادفانتج بتاع الدين إن هو غير متغير. التغيير سنة الحياة، التغيير سنة الحياة، بس أنت لما تيجي بتستند لناس نص غير مقدس بقاله 1400 سنة أو أكتر، فأنت كده خلاص بقى اكسبايرد. يعني القوانين الدينية اكسبايرد، واحنا ما زلنا بنعمل بيها ومنسحقين، مش بنعمل. المواطن المصري منسحق تحت القانون الديني. فأنا مش عارفة انت في رأيك بقى يعني ازاي. وانا فاهم قصدك، بس هو يعني مصر مش يعني مصر ما تعتبرش دولة دينية قوي. هي مشكلتها انها يعني مصر مثلا طول عمرها كانت دولة كده ظريفة خفيفة ما فيهاش تشدد ديني، ولكن دخل التشدد الديني مع البترول ومع السادات الحقيقة، وتأثر الشعب بالأفكار الدينية المتشددة. يعني هو ما كانوش كده، كانوا مسلمين ومسيحيين وفي الطراوة الحقيقة. يعني المصريين زمان ما كانوش مرتبطين قوي بالدين زي دلوقتي. اللي حصل إن هنعمل إيه، الدول الخليجية ظهر عندها بترول، وناس كتيرة بسبب إن الحياة مش كويسة في مصر، أو يعني الحياة صعبة في مصر، ناس كتيرة سافروا للدول الخليجية دي ورجعوا بالأفكار اللي موجودة هناك. طب بص يا فادي، معلش انا عندي، معلش اسفه لقطع كلامك، انا موضوع البترو دولار ده انا برضو عندي تحفظ عليه. انا عايزه اقول لك ملحوظه ومنتظره برضو رايك وتعليقك على الملحوظه دي. من حوالي 80 سنه ظهرت جماعه الاخوان المسلمين قبل البترو دولار وقبل كل حاجه، يعني من بالظبط كده قبل ظهور اسرائيل ب 20 سنه. يعني إسرائيل أعلنت 48، جماعة الإخوان أعلنت 28، 1928، قبل ظهور إسرائيل ب 20 سنة. اللي حصل الصحوة الإسلامية، يعني إحنا بنتكلم دلوقتي في الصحوة الإسلامية. الصحوة خلي بالك مش في مصر بس، مش في مصر ولا في شمال أفريقيا ولا في الخليج ولا في الدول البترولية ولا الصحوة الإسلامية موجودة في جميع أنحاء البلاد الإسلامية، يعني موجودة حتى في الصين. الصين فيها مسلمين، فيها حوالي ما أعرفش مليون ولا كذا مليون، ما أعرفش 300 مليون مسلم، فيها صحوة. ها الدول الإسلامية اللي في روسيا، الشيشان، داغستان، أوزبكستان، كل دي تركيا، كل البلاد الإسلامية بعيدا عن البترو دولار. خلي بالك من النقطة دي يا فادي. يعني أكيد البترو دولار له جزء، بس تعال نشوف الأصل. الأصل هو ظهور إسرائيل في المنطقة، وجماعة الإخوان المسلمين ظهرت خصيصا من أجل تحرير فلسطين. فخلينا برضو ننتبه للنقطة الأساسية في الصحوة. أنا بتكلم على سبب الصحوة الإسلامية، سبب ظهور جماعة الإخوان المسلمين، واللي هي طبعا بقت تنظيم عالمي، وهي طبعا الإخوان والسلفيين وداعش، واخد بالك، وكل التنظيمات الإسلامية in one basket نتيجة ظهور إسرائيل في المنطقة. اللي حصل إن لما إسرائيل ظهرت، وطبعا نص القرآن بيشتم في اليهود، فبقى في كراهية، واخد بالك، وبقى في إحساس
بالدونية، لما إسرائيل بقى عندها ترسانة نووية، واخد بالك، بقى في إحساس بالدونية، وما فيش طريقة غير الرجوع إلى الله عشان ينصرنا على القردة والخنازير بس. فأنا ده رأيي، فأنا عايز أعرف رأيك برضو، يعني سبب الصحوة الإسلامية هي ظهور إسرائيل، ولما حسن البنا عمل الجماعة ودخل فلسطين مخصوص عشان يحرر الأقصى من اليهود. فعايز أسمع برضو يعني رأيك في النقطة دي. هو في عوامل كتيرة الصراحة، يعني يعني العوامل الكتيرة دي طبعا ظهور الحركات الإسلامية زي الإخوان وكده. عشان إسرائيل، وحتى البترودولار ده برضو عشان إسرائيل، يعني حتى البترودولار اللي هو الصحوة الإسلامية عشان تحرير الأقصى وانا برضو في انا شايف الآخر. ان هي دي حجه بيقولوها علشان يلموا بيها فلوس ودعم وكده، ولكن الموضوع يعني مثلا حماس وحزب الله وكل الكلام ده بيقولوا ان احنا بنحارب اسرائيل، ولكن انا يتهيألي ان القيادات في نوع من انواع التفاهم بطريقه او انا باخرى. ماليش يعني دعوه بالقيادات، انا بتكلم على الوعي الشعبي يا فادي، ماليش دعوه بالقيادات. ملايين ملايين المسلمين في جميع انحاء العالم، يعني ايه، جالهم صحوه اسلاميه بسبب اسرائيل، ان احنا حاسين بالدنيا وما فيش حد هينصرنا على اسرائيل ويحرر الاقصى غير ربنا، فراح طالع لنا موضوع بقى الصحوة الإسلامية دي. فأنا شايفة إن دي نقطة مهمة جدا ومهملة، ما يعني طبعا تم فهمني. تدين قضية فلسطين، ولكن أنا يتهيألي دلوقتي أغلب يعني نسبة كبيرة من الشعب المصري، وهو ده اللي يهمني، ما بقاش مقتنع بموضوع إن القضية قضية دينية يعني. وناس كتيرة بقوا مش مهتمين بقضية فلسطين بشكل ديني. طبعا لسه في نسبة من الشعب المصري شايفة ان الموضوع جهاد ديني وقضية دينية، ولكن انا اعتقد ان هم بقوا اقلية دلوقتي، ما بقوش اغلبية. يعني اغلب المصريين في رأيي، او انا ده اللي شايفه، مش مهتمين قوي بالقضية الفلسطينية، ودي حاجة طبيعية الصراحة، لان مصر عندها مشاكل كتيرة قوي، فصعب ان هتلاقي للمصريين مهتمين بقضية خارج حدود مصر يعني دلوقتي. ولكن طبعا لسه في إسلاميين بنسبة أو بأخرى في الدول العربية ومصر منها شايفة أن القضية بتاعت قضية فلسطين قضية دينية، ولكن أنا أعتقد أن في تغير نوعا ما في عدد الناس اللي شايفة أن القضية قضية دينية. يعني في ناس متعاطفة مع قضية فلسطين لأهداف إنسانية، وفي ناس مش متعاطفة أصلا، اللي هو مش فارق معاهم أي حاجة، ولسه في ناس شايفة ان القضية قضية دينية. بس انا قصدي الناس اللي شايفة ان هي قضية دينية، انا اتهيألي ان عددهم تراجعت شوية في الفترة الأخيرة، خاصة بقى بعد ظهور الحركات الإسلامية العنيفة اللي في رأيي فوقت ناس كتيرة. يعني في ناس كتيرة لما شافوا داعش وشافوا الجرائم اللي عملتها داعش أدركوا إن في حاجة غلط، وإن الإسلام مش هو الحل. يعني في ناس كانت مصدقة إن الإسلام هو الحل. أعتقد إن هو بعد ظهور الحركات الإسلامية والانتخابات في مصر، وإن الإخوان بقوا مسكوا أغلبية في مجلس الشعب، وبعدين بقى بينهم الرئيس، كل ده خلى ناس كتيرة تراجع حساباتها في مصر يعني، لا انت، وتبعد عن البروباغندا بتاعت الحركات الإسلامية دي. يعني طبعا بس لسه في انت عندك نص الشعب المصري دلوقتي اخواني الهوى يا فادي، نص الشعب المصري انا العدد اخواني ما اعرفش اقول، الفكر. يعني انا ما اعرفش. لا انا اقدر اقول لك بقى، لان انا عايشة في المجتمع وعارفة كويس قوي النسبة، يعني اكتر من النص يا فادي، يعني ممكن تقول 75 في هو في حد كده قالها لي رفلي كده، قال لي نص الشعب اخواني الفكر، اخواني يعني داعشي مش هيفرقوا كتير، يعني هي بس مجرد التفاصيل او التطرف، يعني تفرق ايه الاخوان عن داعش عن السلفية؟ التطرف،
يعني مثلا داعش والسلفيين يقول لك النقاب لازم، الاخوان يقول لك لا النقاب مش لازم، يعني بيختلفوا في التفاصيل او في الحاجات الهامشية، بس هي نفس الافكار، واخد بالك؟ يعني ممكن تقول ان نص الشعب المصري او اكتر من نص اخواني داعشي سلفي الهوى والفكر، ماشي؟ ال 25% اللي هو الربع مسيحيين على ملحدين على شيوعيين اللي هم الانتي اسلاميك، يعني فاهمني اللي هم ايه ضد الاسلام او مش عايزين حكم اسلامي. الربع بقى في الطراوة بقى، يعني فاهمني، ولا ملوش علاقة، اللي هي الطبقة الشعبية بقى ملهاش دعوة بقى لا بالإسلام ولا بالإلحاد ولا أكل العيش والتكاتك وشكرا وخلاص على كده، فاهمني؟ يعني ربع الشعب في الطراوة في مية البطيخ زي ما بيقولوا، والربع أنتي إسلامك والنص إسلامك. انا دي موضوع ان التقسيمة النص اللي أنا بقولها اسلامي، لك كوني أنا عايشة جوه المجتمع المصري وحاسة الموضوع ده على أرض الواقع في الشارع، يعني في الشارع. هو النسب دي انا شخصيا ما اعرفش احنا ممكن نعرفها ازاي. يعني هو ما يعني أنت بتشوف الناس قدامك في الشارع، اخر يعني impressions. بص يا فادي، أنا لما بركب الترام بركب الترام بعد المحجبات وغير المحجبات، بعد يعني بشوف قدامي أنا في الواقع وفي الشارع المصري بشوف نسبة الدين في الشارع، وببقى قاعدة بعد مين محجبة ومين مش محجبة في الترام مثلا أو في الشارع، فاهمني؟ بس فأنا بقول لك على بس هو الأرض، في محجبات كتيرة مضطرة إنها تلبس الحجاب وهي مش مقتنعة بالحجاب، فإحنا مش ده هنعرف حقيقي، نميز. ده حقيقي كلامك صح، يعني إحنا مش بس هنعرف نميز مين لابسه عن اقتناع أو مين لابسه علشان لا هو يعني لا، الأغلب لابسه عن اقتناع والقلة هي اللي عايزة تقلعه ومش عارفة تقلعه، يعني بقول لك أنا القلة شخصيا شايف إن انتخابات المرحلة الأولى بتاعت أول انتخابات بجد يعني حصلت، مرسي أخد 25%. فانا شايف ان هو نسبه 50% من الشعب اسلامي. ما هو طبعا الاغلبيه مسلمه، ولكن مش كل المسلمين سلفيين، او مش كل المسلمين اخوان، او مش كل الاسلام يعني اكيد مش كل المسلمين ارهابيين. يعني في مسلمين عاديين، ناس عاديه، انا ليا اصحاب مسلمين ناس عاديين، ما فيش ايوه، يعني المسلمين العاديين دول لو قلت لهم شرع الله هيقولوا لك ايه؟ لو قلت لهم انا هطبق شرع الله، الشريعه هي الحكم في مصر، هيقولوا لك ايه؟ ما هي دي يعني المشكله. أنا دلوقتي أعرف ناس كتيرة مش يعني طب مش بص يا مقتنعة. فادي، اسال بس اي حد من صحابك الكيوت، ها الكيوت المسلمين الكيوت، وقول لهم هنطبق شرع ربنا، القانون في مصر هيبقى اسلامي، شرع الله في مصر، شوفهم هيقولوا ايه؟ معلش ده ناس كتيرة منهم دلوقتي، أنا شخصيا أعرف ناس كتيرة يعني، بس انا يمكن اصحابي بنقيهم الحقيقه يعني. فناس كتيره منهم لا، شايفين ان احنا عايزين دوله علمانيه وعايزين نفصل الدين عن الدوله ونعيش بسألهم في عن دوله. الشريعة، هم علمانيين، لا، هيقول لك لا ما تنفعش، هيقول لك لا هيقول لك ما يعني هو مسلم وبيصلي ومراته محجبة وهتسأله عن الشريعة يقول لك لأ؟ في يعني انا اعرف ناس، بس طبعا دول قليلين، او يعني انا ما انا دايره معارفي انا اللي بختارها، فانا بختار ناس افكارها قريب من افكاري. فاغلب الناس اللي انا اعرفهم ناس مع الدوله العلمانيه الحقيقه. يعني ممكن يسموها دوله مدنيه، علشان العلمانيه دي ممكن تكون كلمه تقيله شويه على ناس مختلفه يعني. ولكن لا، في مسلمين وصلوا لمرحلة من الوعي إن هم شافوا مشاكل الشريعة ومشاكل تطبيق الدين، وشايفين إن تطبيق الدين ده كل واحد بيطبقه على مزاجه. السعودية بتطبقه بطريقة، إيران بتطبقه بطريقة، مع كل بلد بتطبقه بطريقة، والطرق دي عاملة مشاكل. ففي ناس وصلت للقناعة إن هي الإسلام، أنا مقتنع بالإسلام، ولكن أنا مش مع تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة العامة. في ناس وصلوا كده.
ما نقدرش ننكر وجودهم، نسبتهم قد ايه؟ انا شخصيا ما اعرفش. ما هي المشكله ان الناس بتخاف تتكلم، يعني هو في ناس بتبقى مقتنعه بحاجه وبتخاف تتكلم. انت مش بتخافي تتكلمي، بس اكيد في ناس زيك عندها نفس الافكار لا ب... ولكن خايفين يعبروا عن لا افكارهم، ب... لان الناس اللي بتتكلم بتتاذي لا بطريقه بص ما. بص يا بص يا فادي، عايزه بس هقول لك نقطه مهمه جدا لازم تبقى واضحه عندك. المسلم اللي بيصلي وبيصوم رمضان ومراته محجبه زي السيسي كده، يعني ما هو السيسي كده عنده زبيبه، يعني بيصلي مراته محجبه وبيصوم رمضان، ها؟ وانا سمعته لسه سامعاه في التلفزيون بيقول احنا دخلنا القرى عشان نطورها ومش هنطلع منها غير بفضل الله ورحمته. سمعته هو بيقول كده، بيقول بفضل الله ورحمته هنطلع من القرية وهي كويسة، ومش هنسيبها غير وهي خلصانة من كل حاجة، يعني متطورة حلو يعني. فالالفاظ بتاعته الفاظ الاخوان يا جماعه، يعني انا استغربت جدا والله، اي واز شوكت لما هو بيقول هنخرج منها بفضل الله ورحمته، ولا لا ما بفضل الله طبعا هو بفضل الله وعونه، بيقول هنخرج من القريه بفضل الله وعونه. لا يا لا جماعه، ده الفاظ الاخوان، في ايه؟ ما لا ما هو انتوا رئيسكم اخواني، انتوا رئيسكم اخواني ماشي. فتعالى للسيسي بقى وهو بيصلي ومراته محجبة وعنده زبيبة وبيقول بفضل الله وعونه، وقول له ايه رأيك في شرع الله؟ هيقول ايه؟ هيقول ايه لما ما تسأله هو ايه بس رأيك في شرع الله؟ انا شخصيا شايف، القانون لازم يكون شرع الله، هيقول ايه السيسي؟ ما هو لا انا متفق معاك ان السيسي الهوى بتاعه ديني طبعا، دي حاجه واضحه يعني. يعني هو لما بيتكلم بيقول ادعيه مثلا، انا شخصيا شايف ان دي دليل على انه طيب، وهو لما يقول لأبي أحمد والله 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 ما لا والله ما العظيم لا هو يعني في والله حاجات يا كتير قوي جماعة، ده كده احنا في بتتقال مأساة في مشكلة وتقول لي بننتقد الدين، عشان رئيسك إخواني يا جماعة، لا ما هو طبعا ممكن الفئة بتاعت الجيش الحقيقة يعني للأسف الدين مسيطر عليها، بس الدين الشعبي مش الدين اللي هو الدارس يعني اللي هو أصل هي الفكرة إن أغلب الناس عندها قناعة كده إن الدين جميل يا جماعة والدين هو اللي بيظبط الحياة، وهو ده اللي الناس بتعلمه. يعني الناس بتتعلمه في كل حتة في الحياة، يعني يقول لك الدين مصدر الأخلاق، وعن الحقيقة الدين مش مصدر الأخلاق ولا حاجة، ولكن هو الناس اتعلمت كده. فالأفكار اللي موجودة في المجتمع أغلبها كده، خاصة بالنسبة للناس اللي ما اتعلمتش. يعني هو السيسي ده ما متعلمش، السيسي ده أخذ إعدادية وبعد كده كمل على ثانوية عسكرية، يعني من ساعة طيب. يعني هو آخر تعليم ليه في المدرسة كان إعدادية، ومن إعدادية هو تعليمه عسكري. فالشخص العسكري ده يعني في رأيي ضحل جدا في التعليم يعني، ودي مشكلة كبيرة طبعا إن اللي ماسك البلد أو المسؤولين عن البلد تعليمهم مستوى تعليمهم ضعيف جدا وتعبان جدا، لدرجة إن هم طلعوا واحد ضحك عليهم قال لهم انا عندي جهاز بيحول الايدز الكفته. يعني ما هي دي المشكله يعني. لا بس انت ما جاوبتش على سؤال يا فادي، انت لما تيجي على واحد مصري كيوت الزبيبة في راسه، يعني بيصلي ومراته محجبة وبيصوم رمضان، بس ده كيوت ما بيعملش اي ولا اغلبهم ارهاب ولا هيقول لك حاجة، طبعا طب الشريعه هتسأله بقى؟ لا، عايزين نعمل قانون شرع الله يحكم مصر، هيقول لك ايه؟ اغلى يعني نسبه كبيره طبعا منهم هيقولوا شرع الله طيب، جميل وهو يبقى احنا الحلو. خلاص، يبقى احنا ما قدمناش سكة نهد بيها المأساة دي غير ان نقول الله لم يتكلم، ده شرع محمد مش شرع الله. مفيش سكة تانية يا فادي، مفيش سكة تانية ان انت تيجي على الاساس من تحت كده وتهد المعبد، بس مفيش اي، انت رأيك في سكة تانية غير ان نقول يا جماعة ده مش شرع الله، ده شرع محمد،
وكمان برضو ما اعرفش في المسيحيه اسمه ايه بقى، الشريعه هو برضو، في شريعة في شريعه المسيحية، الانسان، شريعه الانسان مش شرع، مش شرع موسى ولا شرع الله، ده هو شرع الانسان. المسيحية ما فيهاش شريعة الحقيقة، وأي حد مسيحي فاكر إن المسيحية طب فيها ازاي؟ ما هو العهد القديم فيه شريعه يا فادي. يعني المسيحي بيقول العهد القديم ده كانت حاجة موجودة والمسيحي غيره، يعني هو بغض النظر عن التفاصيل، بس هو طب يعني شنو توادرس ده مش عامل شريعة برضو في الكنيسة ولا ما هي معاه؟ يعني هو مشكلة المسيحيين بس يمكن في تعنت الكنيسة مع الموضوع الجواز والطلاق، انما مثلا ما فيش حاجة، ما فيش قوانين للميراث مثلا، ما فيش أي حاجة، وحتى موضوع الجواز والطلاق دي حاجة حديثة في الكنيسة يعني. وهي كلها بسبب أفكار إن رجل الدين ده يعني المميز عن بقية الناس، يعني هي دي مشكلة الكنيسة المصرية يعني. النهارده عيد الرسل، كل سنة وانت طيب. كل سنة وكل ناس طيبين. طب ما هم الرسل دول، ما هم مش الرسل دول مقدسين؟ قديسين وكده، بس ما عندهمش شريعة، يعني ما فيش شريعة. الشريعة اللي هي إيه، يقول لك لو حد عمل حاجة نعاقبه بكذا، دي مش موجودة لا، في ما هو كونك انت بص، كون المسيحيين يصوموا، الارثوذكس صايمين، كانوا صايمين ولسه فاطرين مش النهارده الصبح. لا مش بالإجبار ما يعني. هي دي شريعة، كونك انت تخلي المواطن المصري صايم أغلبية السنة، ما هي دي شريعة، دي لا شريعة يا الكنيسة ما بتقولش ان ده فرض، يعني الكنيسة بتقول اللي عايز يصوم يصوم، اللي مش عايز يصوم ما فيش حد هيجبره يعني. يعني زي برضو في يعني انا اتهيألي في مسلمين كتير ما بيصوموش رمضان عادي يعني. لا ازاي، لا لا لا، ده كله بيصوم. لا للأسف، للأسف نسبة اللي ما بيصوموش قليلة جدا. بغض النظر، بس قصدي يعني ان ما فيش يعني مش فرض بالدولة بتقوله، يعني الدولة يعني المؤسسة الدينية مش بتفرضه على الناس، هي بتقول اللي بيصوموا، اللي ما بيصومش ما هو حر، يعني ما فيش حد هيتعاقب لو صام. طبعا في ايوه مشكلة مع المسلمين في رمضان، ان في ناس بتجاهر بالفطار، فممكن يتم حبسهم او يعني دي مشكلة تانية، ولكن ما حدش هيعاقب حد عشان فطر يعني. ده اللي انا عايز ايوه اقوله. نفس ايوه الكلام واخده موجود بالي. في المسيحيه، مش كل الناس يعني، في ناس بتصوم مثلا تقول لك انا صيام الرسل ده طويل، انا هصوم مثلا 12 يوم، في ناس تقول لك انا هصوم اسبوع، في ناس تقول لك انا مش هصوم خالص، في ناس يعني هو مش فرض يعني. الكنيسه المسيحية ما فيهاش فروض، المسيحية فيها تعاليم طقوس، اللي عايز يمارس الطقس يمارسه، اللي مش عايز يمارسه ما حدش ممكن طبعا ناس تيجي تضايقه وتقول له انت ليه ما مش بتصوم، ليه ما بتعملش، ولكن ما فيش حد هيعاقب حد علشان مش صايم. بس هو طبعا ممكن الناس تضايق بعض يعني، اللي هو ايه ده انت مش صايم، طب ليه، طب ما اعرفش ايه، ممكن يعني ممكن ده يحصل، انما ايوه ما فيش قانون بيقول انت لازم تصوم، ده مش فرض. حاجه ايوه اسمها فرض ان انت تصلي، ما فيش فرض ان انت تصوم. هو الحاجه الوحيده اللي مقرقه حياة ناس كتيرة هو موضوع الطلاق والجواز، إن ده الجواز لازم حقيقي. يتم من خلال الكنيسة والطلاق لازم يتم من خلال الكنيسة. ايوه دي الحاجة الوحيدة اللي عاملة مشكلة مع المسيحيين، ومش كل المسيحيين، ما هو في مسيحيين بيتجوزوا وخلاص، وفي مسيحيين لما بيجي يتطلقوا بيتصرفوا بطرق مختلفة علشان يتحايلوا على القوانين اللي موجودة، ولكن ايوه ما فيش حاجة اسمها شريعة مسيحية. يعني أنا نفسي بس الناس تفهم إن مش معنى إن المسيحية دين إن ليها شريعة، هي اليهودية كان ليها شريعة، الإسلام ليها شريعة، ولكن المسيحية ما لهاش شريعة. وأي حد فاكر إن المسيحية زيها زي الإسلام واليهودية يبقى مش فاهم المسيحية صح، أو يعني مش عارف اللي مكتوب في الكتاب المقدس، يعني الكتاب المقدس مش هو نفسه. يسوع قال ما جئت لأنقض ولكن لأكمل؟ بس هو من ما فيش اي فتره حد اصل الشريعه اليهوديه دي شريعه حتى اليهود ما بينفذوهاش دلوقتي يعني. يعني مثلا اللي هو ما اعرفش ايه يرجم، ما فيش حد بيرجم حد دلوقتي. أيوه فالشريعه اليهوديه حتى في اسرائيل انا اعتقد انها معطله بدرجه كبيره.
لان هي فيها حاجات كتيره غير انسانيه بالمره، يعني فيها جلد ورجم وكده لا تنفذ يعني في الدوله زي اسرائيل يعني نفسها. اي هو ده واحد يعني فلسطيني قال ده الدستور الإسرائيلي يعني ديني اكتر من في الأحوال الشخصية وكده، ديني الأحوال اكتر من الشخصية الدستور احتمال، المصري. الأحوال الشخصية احتمال، إنما مثلا في الأحوال الجنائية مثلا زي سرقة وقتل وكده لا، ما يعني ايوه ما فيش حد بيرجم. أنا متأكد إن ما فيش رجم مثلا دلوقتي في إسرائيل، ولكن الشريعة اليهودية فيها عقوبات بالرجم والجلد يعني، بس مش مفعلة، ده اللي أنا عايز أقوله يعني. والكلام ده من يعني المسيحية ما طبقتوش في أي عصر من العصور ولا في أي مكان من الأماكن يعني. وطبعا في ممارسات غبية حصلت في العصور الوسطى في أوروبا، ولكن دي مش مستندة لحاجة مكتوبة في الكتاب المقدس أو في العهد الجديد يعني. يعني ايوه مثلا كان في محاكم تفتيش وكانوا بيحرقوا الناس وكانوا بيحطوهم على خوازيق وكل الحاجات دي ممارسات بشرية مش ملهاش علاقة بالنصوص الدينية. ما فيش نص ديني بيقول اللي ينكر المسيح مثلا يتحرق، ما فيش حاجة كده بيقول. بس ده اللي أنا عايز أوضحه يعني. فهو ما فيش ايوه شريعة، ما فيش قوانين المسيحية حطتها. طبعا المسيحية مشكلتها في مصر هي تعنت رجال الدين وتسلطهم على البشر، هي ده دي حقيقي. أكبر مشكلة يعني. وطبعا دي حاجة أنا ضدها تماما يعني، وأتمنى إن الناس تدرك ده يعني وتتحرر من سلطة رجل الدين يعني. ايوه أنا ما أعرفش إحنا كده لبخنا ولا إيه، لأن أنا لا حسيت لا ما فيش اي حاجة. عموما يا شادي احنا بقالنا ساعة دلوقتي، فما اعرفش انت تحب بقى تكمل ولا ننهي كده طيب. بعد لا انت ساعة. بتسأل السؤال التاني، انت بتستفيدي ايه من انتقادك للدين؟ يعني انت دلوقتي كل اللي اتكلمتي عليه ان انت بتتعرضي لمضايقات ومشاكل واي حد بينتقد الدين دايما ما يعني حياته ما بتبقاش سهلة. فبس اكيد طالما هو بينتقد الدين هو بيستفيد حاجة نوعا ما، فايه الحاجة اللي انت بتستفيديها لو انتقدتي لما بتعملي كده؟ الفايدة هي طبعا الصوت بيقطع، أنا مش سامع. رفض الكذب، رفض الكذب. أنا واخدة بيقطع. أيوة لا الفايدة. دلوقتي كويس. طيب بص يا سيدي، الفايدة الوحيدة هي رفض الكذب، رفض الكذب. أنا واخدة لنفسي مبدأ في الحياة أن أرفض أكرر الأكاذيب وأرفض تصديق الأكاذيب، دي أول حاجة. تاني حاجة طبعا تغيير السوشيال ميديا، أكيد أنت عارف إن لها يعني وسيلة من وسائل تغيير العقل الجمعي والوعي بتاع الشعب المصري، والعصف العقلي ده هو يعني أملنا الوحيد، هو الأمل الوحيد يعني في تغيير الوطن، تغيير الوضع. زي ما قلت لك انا عايشه جوه مصر ومتاثره تاثير سلبي جامد جدا جدا بسيطره الاكاذيب الدينيه على التفاصيل اليوميه للشعب، لحياتي يعني. زي ما قلت لك كده يعني على المستوى الوطني وعلى المستوى الاسري، فهو ده املي الوحيد ان انا على مدى 5 أو 10 سنين ممكن العقل الجمعي يتغير، وده هيؤدي طبعا لتغيير الدستور والقوانين يعني هينعكس ايجابيا عليا انا شخصيا وعلى طبعا اولادي واحفادي، يعني احنا نفسنا المستقبل يبقى افضل يعني. تمام. طيب انا اعتقد ان انت كده جاوبتي برضو على السؤال الثالث، وهو ايه الحاجة اللي لو حصلت هتبطلي انتقاد للدين. فاعتقد ان انت متوقعة او متفائلة او نفسك تشوفي مصر حقيقي. مختلفة فيها دولة علمانية، قوانين علمانية ملهاش علاقة ده بالأديان، حقيقي. الدين يبقى مكانه ملوش مكان في الحياة العامة ويبقى حاجة شخصية كده بين كل واحد و بالظبط. ونفسه. هو اللي اعتقد ده اللي هيخليكي تبطلي تنتقد. ايوه وفي حاجة بص يا فادي، انا طبعا احفادي
هم الأمل بالنسبة لي. للأسف هم واقعين دلوقتي، برضو دايما أقول أنقذوا أحفادي من السلفية، أحفادي واقعين تحت برضو إيه، يعني تحت الدين، يعني أولادي بيحفظوهم قرآن بالعافية، بيخلوهم فهم، بيدوهم أفكار أكاذيب دينية للأسف. فأنا يعني أتمنى إن أحفادي برضو يكونوا هم هو الأمل يعني هو والمستقبل يبقى أفضل، ويتحرروا من الأكاذيب الدينية. بس ده عشان كده أنا بنتقد الدين. بس هو اكيد اي اب واي ام فاكر ان هو بيعمل حاجه مفيده لعياله، يعني هو مفيش حد بيأذي عياله وهو قاصد ان هو يأذي عياله. فهو انا اعتقد ان كل اب وكل ام لما بيعلموا عيالهم الدين هم كده بالنسبه لهم بيعلموهم بيربوهم كويس. هي دي ايوه المشكله الحقيقه يعني. ايوه ده حقيقي، ده حقيقي. يعني هو مفيش اي اب واي ام بيبقى عايز يضر عياله، بس هو للاسف احنا اتربينا بطريقة معينة، فكل واحد عايز يربي عياله بنفس الطريقة اللي هو اترباها. فهي ايوه الفكرة يعني، هو كل واحد بيبقى شايف ان هو اتربى صح، اغلبنا يعني بيبقى شايف ان هو اتربى صح، وبالتالي هو بيعمل نفس اللي اتربى عليه مع عياله. هي دي المشكلة. هو يعني هي المشكلة كبيرة يعني، ان احنا في حاجات كتيرة قوي، في مفاهيم كتيرة قوي اتعلمناها على انها صح وهي مش صح، او يعني مش هي مش مفيدة. انا بلاش بحبش استخدم كلمة صح وغلط دي، لان كل حاجة نسبية، ولكن في حاجات مفيدة وهي حاجات مش مفيدة. ف ما هو في حاجات اكسبايرد، ما ينفعش انت تدرسها تعلمها للاطفال وهي اكسبايرد. زماننا غير زمن دلوقتي، يعني مش معقول ان انت هتدرسه حاجات انت اتعلمتها والزمن اتغير، فما ينفعش. يعني عامة ده تشايلد ابيوز. انا ارفض التشايلد ابيوز، ان انت تستخدم سلطتك كأب انك تعلم الاطفال حاجات انت اتعلمتها وزمانها عدى خلاص، ما هي ينفعش المشكلة إن تعلمها له. مفيش قوانين تقدر تعمل كده، مفيش قوانين يقدر يقول له. يعني هو زمان كان في دول كده بتاخد العيال من أهاليها علشان تعلمهم. في كندا ايه وده المأساة، ايه ده المأساة اللي غلط. حصلت في كندا دي؟ ما دي ممارسات غلط، وكل البلاد دلوقتي ما بتعملش كده. بس هي الفكرة إن هو كل واحد حر يربي عياله بالطريقة اللي هو شايفها صح. والدور الدولة في رأيي إن هي تضمن إن الكل بيتعامل بنفس الطريقة بنفس القوانين الوضعية اللي ممكن تتغير مع تغير الظروف، والدين ده هيبقى حاجة شخصية مكانه دور العبادة وبس. يعني لا هو ده بس المقصود. مش من حق المواطن انه يشرب عياله التطرف الديني ويستغل سلطته كأب ويحفظهم اكاذيب دينية. لا مش من حق. ما فيش قانون يقدر يمنع ده، اصل هنمنعها ازاي؟ ما فيش قانون يقدر يعمل كده. يعني ما فيش قانون يقدر يقول للاب علم ابنك حاجه وما تعلموش حاجه تانية. بس على الاقل الطفل هنا في كندا مش بيتعلم كل حاجه من اهله، في بي 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 بيروح المدرسه بيتعلم حاجات، بيتفرج على التلفزيون بيتعلم حاجات، فهو مش متاثر 100% بتعليم اهله. فهو دور الدوله التعليم والاعلام، يعني التعليم ده دور الدوله ده اكيد، والاعلام اعلام حر طبعا وليه ضوابط. يعني هو ما فيش حد مثلا ينفع يطلع في التلفزيون يحرض على قتل حد، يعني دي حاجة جريمة. جرائم كراهية موجودة، وتحريض على القتل أو تحريض على العنف دي حاجة مجرمة. فلو حد طيب، طلع الإعلام بي طب ما القرآن فيه آيات بتحرض على الأكل ما دي بقى مشكلة طبعا. وبيطلعوها في التلفزيون. ما دي بقى دي المفروض، أنا شخصيا ما أعرفش إيه التعامل الأمثل ليها، بس المفروض على الأقل الناس تقول إن دي حاجة ما بقتش تنفع دلوقتي، او على الاقل دي كانت حاجه استثنائيه في فتره ما من فترات الاسلام، ولازم يعني لازم ندينها دلوقتي. يعني ما اعرفش دي حلها ايه، اللي هي النصوص اللي بتقول اللي بتحرض على القتل او العنف، يعني لان موجود زيها في التوراه. ولكن التوراه يقول لك خلاص ده كان زمان وقت موسى ويشوع والناس دي، وما بقاش ابليكابل دلوقتي يعني. فاعتقد ان الديني لازم يؤكد على الحكايه دي. ايوه بس
يعني انا اشكرك على الحديث ده، واتمنى ان احنا نتكلم مره ثانيه في مواضيع ثانيه. ضروري يا فادي و بجد، انا سعيده بيك جدا، الله وانت من يخليك، زمان كان نفسي في الدردشه دي بجد يعني. الله يخليك، ميرسي. ميرسي. وانا اتمنى ان يكون كلامنا ده ما فيهوش اي مشاكل مع اي لا حد، يعني احنا يمكن لا 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 نتكلم لا على امور سياسيه، ولكن احنا لا نقصد اساءه لاي حد، يعني احنا بنوصف الاوضاع يعني. ايوه فالوضع يعني احنا نفسنا نشوف دولة مصرية كل المواطنين فيها بيتعاملوا معاملة متساوية، مفيش دين دين، والدين مكانه ملوش مكان في هو ده المطلوب يعني. مكانه الباسكت. كل ايوه واحد بقى يحطه في الحتة اللي هو عايزها، اللي عايز يبقى مقتنع بيه. ايوه ايوه عندك حق، يعني كل عندك واحد حق حر، فعلا. اللي عايز يقعد رجل الترابيزه ما يقعد رجل الترابيزه، احنا مالنا؟ طالما مش بيحاول يجبرني على حاجه هو مقتنع بيها، كل واحد حر يقتنع باللي هو عايزه. اهم حاجه ان هو يسيب كل المفتوحه له، كل واحد حر يعتنق يعني. بس لو في الحياه العامه احنا عايزين حاجات تنظم العلاقه بين الناس بطريقه عادلة، طريقة كل الناس فيها متساوية، ما فيش حد أحسن من حد، الست زي الراجل، الطفل ليه حق إن إحنا نحميه من أي أذى أو من أي تعامل غير سليم، والكل متساوي، هو ده المطلوب يعني. مظبوط. بس يعني نتمنى إن ده نشوفه في يوم من الأيام، وعشان كده ده اللي إحنا عشان كده بنتكلم. الحقيقة أنا شخصياً نفسي اشوف مصر بلد شبه كندا، يعني ما اظنش ان دي حاجه تضايق حد يعني. يعني كل الناس عايزه تعيش في بلاد سليمه، ما امنه، ما عندهاش مشاكل. فانا شخصيا شايف ان الدوله العلمانيه والديمقراطيه هو الحل. طبعا يعني اتمنى ان الناس يعني، ما هي اصل هي المشكله ان يعني في ناس تقول لك لا ما فيش ديمقراطيه، مع جهل وتطرف. أنا شخصيا شايف إن الديمقراطية مش صندوق وخلاص، الديمقراطية هي منظومة كاملة، أهمها الدستور والقانون، طبعا والقانون ده هو المفروض يحمي حرية وحقوق كل الناس. مظبوط. فالصندوق مش معناه ان انا لما بجيب صندوق ان انا بجيب ملك جديد، والحقيقه انا المفروض اجيب السلطه دي ما تكونش سلطه مطلقه لاي حد، المفروض يكون في توزيع للسلطات، وفي هنا بيسموها حاجه اسمها checks and balances، اللي هو ما فيش اي جهه هي المسيطره على كل حاجه، وكل جهه ليها جهه بتراقبها وتقدر تغيرها يعني. ايوه، ابقى ابعت لي الاكسبريشن ده يا فادي على الماسنجر عشان اعرفه. طيب checks هو and اسمه balances. checks and balances. checks and يعني ابقى اكتبه لي بس السبيلنج يعني. اوكي. ماشي يا فادي. بس هو ده يعني الديمقراطية مش صندوق، هي المشكلة إن إحنا في مصر علمونا كده إن الديمقراطية هو صندوق انتخابات والأغلبية تحكم. هو الحقيقة الأغلبية اللي تحكم دي لازم يكون لها ضوابط، لأن هي لو أغلبية تحكم تبقى اسمها ديكتاتورية الأغلبية، ودي حاجة قمة ال يعني قمة عدم العدالة. ده حقيقي. الديمقراطية أهم جزء فيها هو إن أنت تحترم الأقلية وندافع ده عن حقيقي. الأقلية ونحترم حقوق الأضعف في المجتمع، ولازم نقف وقفة قوية ضد الأغلبية لو حاولت إنها يعني تفرض تقهر تقهر. تقهر الأضعف. يعني هو دي الديمقراطية الأساسية يعني، هو ده احنا مقهورين في مصر يا فادي. يعني ربنا انا قلبي معاك، وصدقيني انا نفسي انا يعني ما اعرفش، في ناس بتفتكرني ان انا بحب انتقد، وانا الحقيقه مش بحب انتقد، انا نفسي انا بنتقد لان انا بشوف امور ممكن تتصلح يعني، ودايما هيفضل في الحياه دايما في مساحه كده للتغيير للافضل يعني. ده عمرنا حقيقي. ما هنوصل لمرحله من مرحله الكمال اللي نقول اللي هو كده تمام خلاص وصلنا لكل اللي احنا عايزينه، مفيش حاجه كده. فأي مجتمع، أي مجتمع هو مجتمع لازم يكون بيطور نفسه وينتقد نفسه، ذات الانتقاد، لأن هو لو سكتنا على الحاجة الصغيرة، الحاجة الصغيرة دي مع الوقت بتكبر وبتبقى مشكلة كبيرة. انت ليه بقى مهموم بمصر يا فادي رغم انك في كندا؟ لأن أنا مصري يعني، بكل بساطة أنا مصري،
نفسي في يوم من الايام اعرف انزل مصر بحريه واعيش في مصر لو انا عايز، نفسي عيالي تفتخر بانها ليها اصول مصريه، ليا قرايب واصحاب والناس الكتير في مصر دول انا بالنسبه لي دول زي اهلي يعني، فانا نفسي ان الناس كلها تعيش كويس. والله كتر خيرك يعني ان انت لا ان انت بجد مهتم اصل بالضحايا اللي موجودين في مصر، كتر خيرك. لان كلنا يعني انا حظي كويس يمكن ان انا عرفت اسافر، في ناس مش قادره اسافر، فالناس دي من حقها انها تعيش كويس. وانا في رايي ان مصر تمتلك مقومات النجاح لو ده حقيقي. تم ادارتها بطريقه سليمه. يعني في لو مصر انتهت الاكاذيب الدينيه لنا فرصه كبيره قوي في الرقي والتقدم، يعني لو يعني انتهت الاكاذيب الدينيه. احنا عندنا حاجات كتيره قويه في رايي مش موجوده في بلاد كتيره افضل مننا. احنا لو تم اداره الدوله بطريقه افضل في رايي ده يعني حقيقي. الدولة دي هتبقى دولة قوية انا ودولة، هرشح نفسي، هعمل حزب وارشح نفسي يا فادي. خلي بالك بس المهم ما حدش ابقى هات لي عيش وحلاوة يا فادي، الله يخليك، هي دي ابقى المشكلة هات لي عيش وحلاوة. يعني، ربنا يحافظ على الناس يعني، او يعني ويش مي اوكي لك. طيب ماشي ماشي يا اشوفك يا فادي، ميرسي دكتورة جدا ونتكلم، على العصف العقلي الرائع ده. أشكرك جدا، ميرسي، يلا ميرسي سلام، ميرسي أوي، مع سلام، السلامة، سلام، باي باي. مع السلامة.